الدكتور سامح مصطفى المدير التنفيذي لشبكة رصد الإخبارية. والله هو موجود حاليا دلوقتي في العرب. طبعا العرب العيشة غير آدميا جدا، هم كانوا بيطالبوا ان هم يتعاملوا معاملة انسان فقط بس لا غير. ما فيش اي ملابس تدخله، اي اكل، اي ادوية ممنوعة. الحالة النفسية سيئة جدا بسبب وجوده في العرب. هو بدأ اضراب عشان خاطر الوضع اللي في العرب وعشان خاطر يسترد حريته. منتظر الافراج عن جمع الصحفيين، مش عاوزين حاجة اكتر من كده. ليه هم اصلا التهمة حياز الكاميرا ولا نشر الحقيقة؟ اصبحت الصحافة دلوقتي جريمة؟ فين حرية الصحافة اللي موجودة دلوقتي؟ احنا مش عاوزين حاجة غير حريتهم فقط بس. الافراج عن جميع الصحفيين والحرية ليهم، حرية القلم، حرية الكاميرا، حرية الرأي فقط بس. هي وكان نفسي اشوفها وهي بتتكلم، وكان نفسي يعني اكون معاها، وبيصعب عليا قوي يوم الزياره والتعب اللي بتيجي، وبيصعب عليا الدموع اللي بتنزلها امي. نفسي ارجع تاني للمكتب. في حسن الاباني اللي بناته همس وهيا اللي عمرهم واحده سنتين واحده ثلاث سنين مامتهم بتصورهم على باب السجن وهم هيروحوا يزوروا باباهم في سجن العقرب. في سامحي مصطفى زميلنا الصحفي اللي مراته كانت حامل في ابنها الصغير يوسف، وابنها اتولد وما بيعرفش باباه، وفي الزيارات كل مره بابا بيحاول يعرفه بنفسه انا باباك. دي الجوانب الانسانيه كلها للصحفيين اللي كلها مؤلمه. في الاستاذ هاني صلاح اللي بنته خلاص، بنته الكبيره جد قربت تتجوز ومستنيه باباها يزفها بايدها، وباباها دلوقتي لغايه دلوقتي بقاله سنتين، وجميعهم اما اللي خدوا فيهم احكام جائره بيتم نقضها فبتعاد المحاكمه من الاول يعلم هتنتهي امتى، او جميعهم على ذمه الحبس الاحتياطي زي محمود شوكان وزي البطاوي اللي هو دلوقتي بقاله 10 شهور. فوضع الصحافه حقيقي مؤلم، ووضعهم حقيقي يعني في جراح. واصبح دلوقتي الوضع اللي بيحصل او الوقفات اللي احنا بنعملها ما هي الا امور بس عشان تحسن وضعهم الصحي جوه، عشان ندخل بخاخة التنفس الخاصه بالبطاوي عشان مرض الرجل اللي هو اصلا اصابه وهو في الداخل، يعني اللي هو دخل لهم سليم ومرض، او ان احنا نشوف ازاي شوكان يتعالج من فيروس سي اللي نشط عليه برده في الداخل وهو جوه. يعني الوضع حقيقي بقى مؤلم. يعني احنا كل اللي احنا عايزينه او الكلمه اللي احنا بنقولها ان الصحفيين دول لازم يخرجوا جميعهم، يعني انا لا استثني منهم احد بصفتي الصحفيه. لا مش عايز اقول كده، ما بقول لك احنا عندنا اسباب موضوعيه لا علاقه بفكره ان الناس نفسها بتبقى مدركه ان مفيش جمعيه هتضغط. ده جزء ان انت عندك قانون الحقيقه عامل نصاب ضخم جدا اللي هو 25% زائد واحد، يعني المفروض الجمعيه دي تنعقد في خلال ساعتين يجي 2100 صحفي، وده يوم جمعه الصبح الساعه 10 من 10 ل 12. ده طبعا شيء اللي محتاج لتغيير حقيقي يعني في المرات القادمه. القانون مطروح على المؤتمر العام الجاي، كل القضايا دي مطروحه على المؤتمر العام الجاي اللي هو هيتناقش خلال الفتره الجايه، وبعد خلال اليوبيل الاحتفال باليوبيل، وبعد كده هنتنقل، وبعد كده ومطروح خلال السنه الجايه بقى. اظن ان هو هيبقى ده جزء من المنظومه التشريعيه اللي المفروض تتغير خلال الفتره القادمه.